بينضم إلي الأستاذ السعيد الرفاعي حمادة ونجل شقيق الشهيد السعيد حمادة اللي استشهد سنة 1956. تمام، اشرح لي بقى القصة إيه؟ وحضرتك الشهيد السعيد حمادة. الشهيد سعيد حمادة كان مكلف بحراسة القنصلية الإيطالية في بورسعيد سنة 56، وأثناء بداية المعركة القنصل الإيطالي أصر إنه وخاف على الشهيد سعيد حمادة، فنزله بنفسه وقال له خش احتمي عندنا وإحنا عفناك من المسؤولية. فالشهيد السعيد رفض وأصر على البقاء وكمل المعركة، وبعد فتره القنصل طلعت لقيه استشهد. يعني الفكره انه مش بس نحمي المصريين بل نحمي الموجودين طالما هناك عهد بيننا وبينهم، طالما هناك يعني نحن نحافظ على هذا الوطن وكل من يدخل الى ارض هذا الوطن غير محتل وغير غازي. كان في القنصليه الايطاليه في بعثه دبلوماسية، وهذا يعني هذا مشهد الحياة مهم أن نتحدث عنه، أنه مصر بلد الأمن والأمان. طيب، فكرة التكريم النهاردة من يعني من سنة 56 لغاية دلوقتي 68 سنة، والنهاردة يعني بنكرم ذكرى، يعني تشرح لي بقى جات إزاي؟ هو حضرتك تكملا للحديث، يعني اللي وثق الأحداث بتاعة الاستشهاد هو القنصل الإيطالي نفسه أثناء 56، يعني الأسرة بالكامل ما كانتش تعرف حاجة عن الحدث، هو اللي وثق الأحداث ديت وهي مسجلة عندنا في المتحف في بورسعيد. حضرتك من بورسعيد برضه؟ بورسعيد فالسادة الأفاضل في وزارة الداخلية تواصلوا معنا تلفونيا، فطبعا شيء عظيم جدا بالنسبة لنا وللأسرة ككل ان بعد الفترة دي كلها ان احنا مازال يعني التكريم موجود، وده يعني مش عايز الإحساس عندنا بالكامل كأسرة، رفع الشأن من المعنويات عندنا عالي جدا وشيء عظيم يعني، وانا بشكرهم جدا يعني على التكريم ده، وبشكر سيادة الرئيس يعني على الدعوة الكريمة وعلى تشريفنا في مقر الأكاديمية. نشكرك وبنحييك ونحيي الأسرة، لأنه يعني في النهاية هناك بطل في هذه الأسرة، فإحنا بنحيي ذكرى. تحب تقول له إيه في ذكرى؟ وشهداء عند ربهم أحياء يرزقون، نعم، ولا تقول لما يقتل في سبيل الله أموات. فيعني ماذا تود أن تقول في مثل هذا؟ هو يكفيني فخرا ان والدي سماني على اسمه، سماني السعيد على اسمه، دي شيء عظيم جدا يعني في حد ذاته، ده فخر ليا وللاسره بالكامل بتاعتنا كلها يعني الحمد لله. فانا ربنا يرحمه ويرحم جميع شهدائنا كلهم ان شاء الله. اللهم امين. واحنا بنشكرك وتحياتنا لاسرتك وتحياتنا للشهيد وتحياتنا لكل شهداء مصر في هذا اليوم وفي كل الايام الحقيقه، لكن ايام الاحتفال الحقيقه بتكون مناسبه مهمه لان نحيي ذكرى وان نحيي اسماء وان نوجه التحيه والعرفان وان ندعو الله بان يلحقنا بهم على خير، وتحيه لهذا الوطن ولكل من قدم ولو جزءا بسيطا في سبيل حياة هذا الوطن وحياة شعبه. نزال مع حضراتكم على الهواء من أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، واللقاءات متواصلة، والمزيد من الوجوه والمزيد من التكريمات ومن ذكرى الأسماء التي قدمت لمصر.